السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله للعشاء. بارك الله فيك أستاذ. يا أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. هي سميتها لالا إيجا. 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 أنا إيجا. هي عقوسي. مرحبا مرحبا مشرفين لالا. صراحة نهار كبير هذا اللي قبلت النهار خت اليوم، غير هي كان عندها واحد السؤال شحال هذيك تطلبني باش أنني نتصل بكم. مرحبا. بارك الله أستاذ، ما كتفهموش أنتوما الشلحة. كنفهم بقلبي ولكن اللغه ما كنفهمهاش شويه، كنتمنى نتعلمها ان شاء الله قريبا. زعما واش نقدر ندوزها تهضر هي بالشلحه ونعاود نترجم لكم انا من بعد؟ احسن تفضلي، هي مزيانه. لا بارك الله فيك استاذ. واخا واحد دقيقه. نعم مرحبا. الو الو، السلام عليكم الشريفه. السلام عليكم اسيدي. مرحبا مرحبا. صباح النور. صباح الورد والفل والياسمين، اهلا وسهلا. الله يجازيك بخير. يا اهلا مرحبا. الله يجازيك بخير، الله يكثر فيك. اللهم امين. لا شكرا لك. الله يخليك لينا. بارك الله فيك الشريفه. الله يرحم والديك. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بغيك ان شاء الله تدعي مع اولادي. الله يرحم والديك. الله يجازيك بخير. اياها لله. يهدي. الله يرحم والدين. اللهم امين. لله اللهم امين. الله يجازيك بخير. ناس خدامين ما ردامين والو. الراجل دار لك شي داو نعس في الدار. الله الله الله. واحد الصغير اللي تجري علينا الله يجازيك بخير. اللهم امين يا رب. اللهم امين. الله يرحم والدين. اللهم لا إزا. شكرا لك لله. شكرا الله لك. الله يجازيك بخير. اللهم امين لله. حافظك الله ورعاك. شكرا شكرا للا إزا. وسبحان الله، ما هي للا إزا كتكلم العربيه رغم انها امازيغيه من تارودانت. هذا اشكال ربما بعض الناس ربما خلقوا منه اشكال، هو ليس اشكال. اللغه في المغرب ديالنا العزيز هي لغه الحمد لله ميسره. اللغه العربيه هي ليست لغه الاستعمار العربي الذي هاجم من المشرق الى المغرب كما يحلو لبعض الناس ان يقولوا. بالعكس، اللغه العربيه لغه القران، وهي لغه السنه، وهي لغه الله سبحانه وتعالى، وهي لغه اهل الجنه كما على الراجح ان شاء الله باذن الله. فالذين يخلقون صراع بين اللغه العربيه والامازيغيه هذيك حسابات سياسيه، والا فان اكثر الناس حافظين للقران هم الامازيغ عبر التاريخ، واكثر الناس حملا للقيم الدينيه هم الامازيغ، واكثر الناس حبا في الدين هم الامازيغ. لا اقول هذه الكلمه لتسبيق الكلام أو لتنميقه أبدا، صدقا ويقينا حياتي التي مررتها كانت عندي علاقات كثيرة مع عدة قبائل وعدة مدن وعدة، والله بدون استثناء أنا لست أمازيغي، ولكن لو خيرني لكنت أمازيغيا لما رأيت من أخلاقهم ولما رأيت من جودهم وكرمهم وتواضعهم وتدينهم العميق. وأصلا لا أظن أن هناك عرق في المغرب عربي خالص أو أمازي خالص. منذ زمان اختلط الدم الأمازيغ مع العربي، وهو اللي كيشكل لنا الآن الهوية المغربية. احنا الحمد لله عندنا الدم المغربي، أي دم عربي إلا وفيه روافد أمازيغية، وأي دم أمازيغي إلا وفيه روافد عربية. هذا هو الشخصية المغربية. ومن أراد أن يحلو له أن يخلق صراع ما بين الأمازيغية والعربية، هذا كله كلام سياسي لمكاسب سياسية. احنا الحمد لله كلنا مغاربة، ولغتنا هي اللغة العربية التي نتعبد بها الله، لغة القرآن الكريم، والأمازيغية حاضرة بقوة في قلوبنا وأرواحنا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.